لكن المطلوب من عندكم متابعة أبنائكم خلال هذه الفترة إن شاء الله حتى تكون النتائج موجودة. وإحنا إن شاء الله وياكم وأنتم بالتأكيد مع المدرسة تعاونون في أي شيء يخص المدرسة، لأن هي حلقة مكتملة بالأخرى. إحنا داعمين إدارة المدرسة وأنتم بالتعاون معاكم بالتأكيد راح ننطي أول شيء صورة إيجابية. افتح لهم صف يافعين ولا يكون متسرب. حاليا ما جانا، بس جانا اثنين من داخل بلدنا قناهم حولناهم على مركز رجال المستقبل اللي بنستعيدها ما اصلحت. فاحنا هاي اذا نشيلها راح تتدمر بصراحه، لان صب موقعي. صب موقعي. فهي نستفاد منها على المستقبل يافعين او تعليم مسرب. Thank you.
تسلم وسمعتكم الطيبة وسمعتكم الزينة على مستوى المحافظة وعلى مستوى زاد أقول لك العراق بصراحة وين ما تروح الأستاذ خالد مرتقي بيك حقيقة يعني ما شاء الله عليك عنوان والله والدك أستاذ خالد اليوم في وجه الموصل الخطبة ومراهلنا وفوق عينيها فيض الحب ينساب العراق العراق أيها المنصورة يا جبلا تحدرت من نسل عدنان أنساب يا مسرجا صهوات الخيل تركبها النار محمولة والسوح تلهاب اليوم كان لنا جولة في قاطع بادوش ومدارسها للاطلاع على الواقع التربوي والتعليمي في هذه المنطقة برفقة مدراء الإشرافين الاختصاصي والتربوي ومدير التخطيط. حقيقة وجدنا هناك طبعا بعض المعوقات وبعض المعاناة لأهالي المنطقة، إن شاء الله سنعمل على حل كافة المشاكل والمعوقات التي تعترض على العمل التربوي في هذه المنطقة بالذات. طبعا لها خصوصية هذه المنطقة، هناك طبعا بعض الإشكالات الموجودة في بعض المدارس تم حل قسم منها وإن شاء الله جاري حلت باقي المواضيع. من خلال جولتنا اليوم اطلعنا أن المدارس قسم منها لا تصلح للدراسة، لكن واقع حال المنطقة هو مفروض الآن تم الآن مفاتحة دائرة البلديات وإن شاء الله سنفاتح وزارة المالية من أجل استملاك الأراضي في هذه المنطقة وبناء مدارس حديثة بحيث تلائم عدد التلاميذ الموجود وعدد الطلاب والطالبات الموجود في هذه المنطقة لاحتوائهم. طبعا احنا عالجنا بعض الشواغر فورية بتوجيه من قبلنا ومدراء الإشرافين والاختصاص التربوي، وإن شاء الله ستكون هناك معالجة بعض انتهاءات نصف السنة بإذن الله تعالى لكل الشواغر الموجودة في هذا القاطع. تم زيارة قاطع بادوش للوقوف على أهم المعوقات التي تواجه المدارس في المنطقة. كانت الزيارة موفقة ولله الحمد، حيث وقفنا على أهم التحديات التي تواجه المدارس وتم معالجتها بالممكن. شعبان عطية سليمان مدير قسم إشراف اختصاصي. قمنا صباح هذا اليوم تنفيذا لتوجيهات معالي وزير التربية المحترم بزيارة برفقة السيد المدير العام والإشرافين بزيارة إلى قاطع إحمادات في منطقة بادوش للاطلاع على واقع المدارس وواقع الأبنية المدرسية، حيث اطلعنا على واقع المدارس وآلية الدوام فيها، وتم توجيه الأهالي بالتبرع بقطع أراضي، وحقيقة استلمنا أكثر من شخص متبرع بقطع أراضي، وإن شاء الله في القريب العاجل يتم إدراجها في أقرب خطة لفك الاكتظاظ في المدارس وانتظام الدوام فيها. ياسر المجذاب مدير قسم التخطيط التربوي في المديرية العامة لتربية نينوى. أوعز السيد المدير العام للأبنية المدرسية بإجراء كشوفات عاجلة على تلك المدارس من أجل أن تقوم ببنائها من جديد، وأيضا أوعز السيد المدير العام أن تكون هناك تسوية عاجلة للملاكات التربوية لسد النقص الحاصل في تلك الملاكات من أجل رفع المستوى التعليمي لأبنائنا التلاميذ، وستستمر تلك الزيارات حتى تحقيق الهدف المنشود. محمد عوي الشعبان مدير قسم الإشراف التربوي نينوى. تأتي العراق ففي بغداد منتهل وفي الفراتين تكريم وترحاب، اليوم اليوم في وجه الموصل الحدباء مناهلنا وفوق عينيها فيض الحب ينساب العراق العراق أيها المنصور يا جبلا تحدرت من نسل عدنان أنساب يا مسرجا صهوات الخيل تركبها النار محمومة والسوح تلهاب. فمرة ثانية نشكر الأستاذ خالد الشاهين وتحياتنا الجميع من أهالي ناحية حميدات لهذه الجهود المبذولة، فشكر الجزيل